انعقد اليوم لقاء ل13 مقدما بزاوية النقيب بزاوية بن حميدة لتدارس نقطة واحدة وهي موعد انطلاق المواسم الدينية، والذي تم تأجيله لأول خميس إن شاء الله بعد عيد الفطر المقبل، ويبقى رهينا بتخفيف التدابير الاحترازية المرهولة بجائحة كورونا. فوتكم ديركم منويتو غادي جيتو ليه الله يقديه الله يعلي لكم الدرجه وسيدنا الله يحفظو لينا وينصر سيدنا الى فين ما سيدي قدي الله يحفظو لينا. عاش الملك، عاش محمد السادس، الله يحفظو لينا الله يحفظو لينا الله يشافيه ويعافيه ويطب حالو الى فين ما سيدي قدي. وهذا الوباء الله يحيدها، الله يحيد هذا الوباء وهذا الموسم ديال الكراكه من الله تبارك وتعالى يفتح لينا وبنا باش نكونوا فيه واكلين شاربين فوجين فيه. الله يحفظ لنا الملك ديالنا، الله ينصر سيدنا، الله يحفظ لنا، الله يرزق البصري سداد تاعو وبنا محفوظ مضمون. افتح التحال ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله الكريم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. نحن الحمد لله في مقر زاوية النقيب، كما هو سابقا أعلن عن ذلك، اجتمع السادة مقدمو نواب الزوايا من أجل التناقش والنقاش عفوا والمذاكرة في نقطة واحدة واللي هي تتعلق بالانطلاق المواسم يعني التاريخ ديالها. كما يعلم الجميع أن توقيت المواسم الجراجية يكون في فصل الربيع تقريبا، هذا يعني نحن على مشارف انطلاقتها كما كان في الأيام العادية، ولكن بسبب الإجراءات والحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الدولة نظرا لجائحة كورونا ننتهي السمخير بمناسبة تخفيف بعض الإجراءات. ولهذا نحن في أفق أنه تسمح الدولة بانطلاق المواسم الدينية من جديد، سوف قرر السادة النواب والمقدمون بالإجماع أن تأجيل انطلاقة هذه المواسم إلى ما بعد شهر رمضان، يعني الخميس الأول بعد عيد الفطر إن شاء الله إذا سمحت الدولة وإذا إن شاء الله انفرجت الأمور بسبب هذه الجائحة. وبهذه المناسبة فقد يعني رفع السادة الركراكيون أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن ينصر أمير المؤمنين وأن يحفظه بما حفظ بالذكر الحكيم وأن يوفق الحكومة والشعب المغربي لما فيه مصلحة البلاد والعباد إن شاء الله، وأن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، وأن يعم العالم بالأمن والسلام وأن يهدي الأوطان إن شاء الله. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إحنا اليوم في ضيافة النقيب ركراكة في زاوية النقيب بمناسبة اجتماع النواب ديال الزوايا لتقرير فيما يخص تاريخ وموعد إجراء الموسم ركراكة. اتفق السادة النواب على أن يكون الموسم بعد شهر رمضان المبارك، وفي انتظار بطبيعة الحال رفع الإجراءات اللي تقررت بسبب الوباء. في هذه المناسبة حقا لا يسعنا إلا أن نشكر نقيب زاوية ركراكة الحرص ديالو على هذا الجمع وعلى أن الأمر يكون شورى بين هذا النواب ديال الزاوية ركراكية، وشكرا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم شرفاء ركراكة نواب زاوية ركراكة مجتمعين في عند النقيب الحاج عبد العزيز المقدم بن الحاج محمد رحمه الله، وسادة النواب استشرنا فيما بيننا بأن الموسم على الأبواب في فصل الربيع ديال الأسلاف ديالنا، والوقت ديال هذه الجائحة اللي جامع العالم كله الله يخفف على العباد، واليوم اتفقنا بالجمع باش غادي يكون الافتتاح تاع الموسم إن شاء الله الخميس
من بعد عيد رمضان إن شاء الله، واتفقنا بالجمع لأن الأمور كانت سنوا الأمور من عند الدولة، ما إحنا لا باش تعطينا التصريح باش يكون المواسم، راه مازال ما كاين لا مواسم لا والو، ولكن نطلب الله العلي القدير هاد الوباء يزول ويكون الموافقه ان شاء الله، ونطلب الله العلي القدير الناس اللي ماتوا في هاد الوباء الله يرحمهم، واللي مرض الله يشافيهم، وسيدنا المنصور بالله سيدي محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وحفظه الله في ولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن وصنوه الرشيد والأسرة الشريفة العلوية، الله يحفظ المغرب من الكوارث، الله يحفظه من الزلازل، الله يحفظه من الحروبات، و الأولون سيدي محمد الخامس وسيدي الحسن الثاني رحمهم الله رحمهم الله وسكنهم الله في جنانه وحشر أرواحهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والله يشد بيدي ملكنا، الله يشد بيدي سيدنا، الله يشد بيديه، يا كله ولي ونصيرا، يا كله ولي ونصيرا، ونطلب الله العلي القدير اللهم اسقنا الغيطة ولا جعلنا من القانتين، اللهم اسقنا الغيطة ولا جعلنا من القانتين، اللهم اسقنا الغيطة ولا جعلنا من القانتين، والختم عند سيد النقيب. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. باش يوصلكم جديد ديال آسفي الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.